انتوا كانوا جايبينك انتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نادت به ثورة فبراير منذ انطلاقتها نراه اليوم واقعا، بل هو مطلب سياسي نخبوي، فالمشهد لابد أن تقوده فبراير، فهي صاحبة المبادرة وصاحبة التغيير. أعداء الحرية والتغيير أصروا على تغييب فبراير عن المشهد، وكأنها متطفلة عليهم أو ضيف غير مرغوب فيه. لا يا هذا، ثورة فبراير هي صاحبة البيت وهي صاحبة المأدبة، وتغييبها أو محاولة ذلك معناها أن المشروع قد ألغي أصلا. الأصوات تتعالى هذه الأيام بضرورة عودة الشرعية للشعب، وأن تسليم الشرعية للمؤسسات الدولية واستبدال الحاضنة الشعبية بالحاضنة الدولية كان خطأ عظيما. فهل وعى الجاهلون الدرس وفهم المتحذلقون التجربة واعتبر المتخلفون وأخذوا العبرة من الأحداث؟ أيها الشعب الكريم، صاحب ثورة فبراير والدرع الواقي لها، حان الوقت بل لزم الأمر أن تعودوا لقيادة ثورتكم وتتصدروا بها المشهد بعد أن ابتعدتم عنها سنين وأبعدتم عنها، بعد أن دب اليأس في قلوبكم من كثرة الخيانات والمؤامرات والانتكاسات التي حدثت للكثير. آن لكم أن تقولوها بصوت عال، فبراير وجدت لتبقى، فبراير وجدت لتكون علامة فارقة في الحياة الآدمية الإنسانية. قلوها لمن أراد البديل عن ثورة فبراير: لقد فشلتم فشلا ذريعا، وأضعتم السنين من عمر الوطن والأجيال، تنحوا جانبا ولا تزيدوا الوطن مشقة ومعاناة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب، نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نقول لكم أهلا وسهلا، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل، ورسالتنا الأولى، رسالتنا اليوم اجتماعية أخلاقية بالدرجة الأولى، وأنا حبيت نبدأ بها الحلقة لصعوبتها وخطورتها وألمها في النفوس بصراحة. يعني نبي نقول إلى أي مدى نحن وصلنا انحطاط في الأخلاق، ولأي مدى انضرب يعني انضربت العلاقات الاجتماعية بيننا. في واحد مهجر من بنغازي، تهجر طبعا نتيجة الإجرام اللي حدث غادي، وترك بيته بجانب بيت عيد سيدة بصراحة، يعني أبهاتهم خوت أفطنوا، اعتدوا عيال سيدة وفيهم بنت أخا، اعتدوا على بيتها واستولوا على بيتها، وجت وحدة من البنات هذينا وخشت على الدار النوم متاع ولاد سيدها اللي متزوج وبعويلته وكذا، ورحمة الله عليه بالمناسبة الآن توفي، واعتلت الباب متاع الدار النوم برجلها باش يخشوا لدار النوم.
بن سيدة أفطنوا الكلام. بعد فترة أصيبت هذه البنت، أصيبت بغرغرينة في رجلها أفطنوا. ما نبغوش نقولوا كرامات، نفس الكراع اللي ضربت بها الباب قد يكون حدث، لكن احنا مش هذا الحدث. الحدث ان هي افتحت الباب وخشت الدار النوم تاع ولد سيدها وكذا وكذا، وبعدين ابتليت فكراحها بالغرغرينة، وتشاء الاقدار سبحانه وتعالى ان تجي المسرات هنا باش تعالج على رجلها، ويتولى امرها ولاد سيدها اللي هي اخذت بيتها. والله يا جماعه قصه قويه، هو اللي دخلها للمستشفى، هو اللي كشف عليها، وهو اللي خشاه، واكدوا الدكاتره او ثبتوا لابد من قص رجلها وكذا، وقصوا رجلها وقعدت في العنايه شويه، وبعدها توفاها الله سبحانه وتعالى واندفنت اظن في مصراتها هذه البنت. انتهت القصه هكي؟ لا. ارتدعوا اللي غادي؟ لا لا لا، فيش تحكي انت. ياخذوا البيت بتاعه ويقعدوا ياجروا فيه باش ياخذوا منه فلوس. اي مدى نحن وصلنا له من الاخلاق، من الانحدار في الاخلاق الاجتماعيه؟ يعني مجرم الحرب هذا يعود ان نفس السيناريو بتاع معمر لاربعين سنه، والناس تنحدر في الاخلاق اخرى من جديد. بصراحه قصه عجيبه غريبه. مراه تدير الشغل هذا كله؟ فوين نبو نوصلوا نحن يا اهلنا، يا اهلنا اللي في الشرق، وين نبو نوصلوا؟ بس وين نبو نوصلوا من هالاخلاق هذينا، الانحدار في الاخلاق، وخاصة هالوضع اللي تو احنا قاعدين فيه، ضنك العيش من جميع النواحي. ما فيش سيولة، ما فيش كهرباء، ما فيش صحة، ما فيش بنية تحتية أصلا، بنية أخلاقية انعدمت، وما زلنا مصرين على الباطل والضلال. أنا حبيت هذه القصة وغيرها وغيرها وغيرها، وأكيد اللي يسمع فيها تو عنده عشرات القصص حدثا، لكن يبقى برضو مش معنى ذلك ان مجتمعنا انتهى او ساد فيه هذه الاخلاق. لا، صحيح نسبة عالية، نسبة عالية من الاخلاق، وانتم عارفين دائما السوء دائما يكون له صدى اكثر من الحق، واكثر من الايثار، واكثر من كذا. فارجو ان ننتبه، وخاصة اللي يسمع فيه توه وسيرت له هذه القصة، أو هو أحد أركانها هذه القصة. اتق الله، اتق الله، راكم تضيعوا البلاد، راكم تضيعوا الأجيال الحاضرة والقادمة بهذه التصرفات البعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى، وبعيدة عن أخلاقنا، وبعيدة عن سلوكياتنا بالكامل. وخذيت حوش ولد سيدك وأجرته، بيش استفدت؟ هاي ما ماتت البنت وانقطعت رجلها، وين تبوا توصلوا؟ بس يعني صراحة أمر خطير جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا. الأمر الآخر على السريع، الحوسة اللي سايرة هذه من 5 سنوات، الخلاصة متاعها تختم إن هي عبارة عن تقاسم للسلطة، أو تقاسم للمناصب، أو توزيع للغنائم. معقولة الكلام هذا كله؟ يعني نفقدوا آلاف من الشباب، وبيوت تهدم وتخرب، وأرزاق وكذا وكذا، ومعاناة الناس بهذا الشكل، وكهرباء ما فيش، وصحة ما فيش، وبهذا تختم أن الحل بتاع المشكلة هذه أنه هو عبارة عن تقسيم للسلطة وتوزيع مناصب وغنائم؟ معقولة يعني؟ معقولة أن احنا نتجرأ بهذا الشكل على الله سبحانه وتعالى، ونؤذي الناس بهذا الشكل، ونتسبب في الخراب وفي الدمار وفي القتل وآلاف الأرواح، وبعدها تكون نهايتها هي عبارة عن تقسيم مناصب وغنائم؟ يصلح الله حالنا. خلونا نبدأ في حلقتنا نحن توا، وحلقتنا حنبدأها بموضوع حدث من 5 سنوات في مدينة بنغازي، أو تحديدا 6 سنوات أظن، أو 7 سنوات. حدث زمان بدايات الحرب على ثورة فبراير،
بدأت يطعن الأبواق والأصوات الغير نظيفة الغير نزيهة، الأصوات اللي في الأصل تحارب في إرادتنا وتحارب في طموحاتنا وتحارب في أحلامنا بعد قيام ثورة فبراير. هذه الأصوات طلعت بحجة شنو؟ بحجة إنقاذ بنغازي، وهي في الحقيقة إغراق بنغازي، في الحقيقة إغراق بنغازي. شو اللي خلانا نحكوا عليها احنا توا طالعة نفس المجموعة، افطنوا شوف شو صار فينا نحن بعدها، توا طالعة نفس المجموعة تنادي بإنقاذ ليبيا مش إنقاذ بنغازي. شفتوا بنغازي شو صار فيها توا طن. أعطوني البوست كذا تفضلوا وريتوا، هذا إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، افطنوا الكلام 21/9/2020 تحديدا يا شباب، لو كان تعطوني تحديد بتاع جمعة غرق بنغازي بس. شفتوه 21/9/2020 بحجة شنو؟ إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين. وبالمناسبة هذا العنوان الآن يشترك فيه الشرق والغرب، باش نكونوا واضحين، يشترك فيه الشرق والغرب، الفساد في الشرق وفي الغرب. صحيح تقول لي نسب، لكن برضو حتى الغرب فساد. وليش يكون فساد ويكون فساد أعلى؟ لأن الغرب نحن نقول أو ندعي أننا نعيش ثورة فبراير اللي جاءت من أجل القضاء على الفساد، لذلك أي حاجة تصدر في الجهة الغربية نعتبروها كبيرة جدا، لكن غادي حكم عسكر فوضى خراب دمار. فنرجو الحذر، الحذر من هذا العنوان إنقاذ ليبيا، وهو في الحقيقة إغراق ليبيا، لأن كان عندهم تجربة بإنقاذ بنغازي وإذا بها بنغازي تغرق في الدماء وفي الخراب وفي الدمار وفي الفساد، وتو لهم حوالي 4 سنوات أو 5 وهم يحكموا في بنغازي ويحكموا ويطلقوا ويمسكوا، والفساد زاد زيادة والدماء زادت زيادة والخراب زاد زيادة، وحدث ولا حرج. تو نبغى نعطوكم فيديو على مظاهرة إغراق بنغازي اللي هم كانوا مسمينها إنقاذ بنغازي. تفضلوا يا شباب. الثوار الحقيقيين الآن بين صفوفنا، بين صفوف هؤلاء، لكن التشكيلات الأمنية وخصوصا اللي بدأت بعد التحرير هذه تشكيلات مشبوهة وأيديولوجياتها مشبوهة. هذا أحد الأبواق وأحد المطبلين وأحد يعني من قال كلمة الحق أريد بها باطل، هذه ما أحد القيادات في جمعة إغراق بنغازي هي بالأصح. عودة لي، عودة لي، عودنا كذا نبيكم تركزوا بس على حاجة معينة. عودة. الثوار الحقيقيين الآن بين صفوفنا، شوف بين صفوفها اللي لابسه، لكن التشكيلات الأمنية شفته وخصوصا نفس الشعار، نفس الشعار، افطنوا باش تعرفوا نفس القصة مشبوهة. لفتة جميلة هذه، افطنوا اعطيني تو المظاهرة شفتوها. ايوه ريت البوست نفس الشعار، اذا القصة نفس المكان والمؤامرة نفس المؤامرة. صحيح قلت لكم الآن الكلام يلتبس على الناس بحكم أن الفساد في الشرق وفي الغرب فقد يصدقوا من قبل الآخرين، لكن نحن بنقول لكم انتبهوا يا أهلنا، أرى هذيمة هم اللي طلعوا بحجة إنقاذ بنغازي وإذا بها بنغازي 4 سنوات 5 سنوات وهي تسبح في الدماء وفي الخراب وفي الدمار، وإذا بها تجتمع الفيدرالية مع الانقلابيين مع الإرهابيين مع الانفصاليين لضرب ثورة 17 فبراير. فنحذر من هذه الدعوة، فهي الفتنة بعينها، رغم زي ما قلت لكم انها تتشابه كثيرا عما يحدث في الغرب وفي الشرق، لكن نحذر منها. اعطونا واحد اخر. Thank you.
شفتوا اللي غنوا ويصفقوا هذيما ويبوا جيش يبوا شوين هذيما؟ هذيما فيما اعلم انا فيهم واحد ملحق عسكري في السودان. هذيم اللي طالبوا هذيما انا اللي نعرفه غير اللي نعرفه انا تو استحضرته فيهم واحد ملحق عسكري في السودان. فشفتوا الكذب نتاعهم؟ باهي خلينا من هذيما. هذيما عارفين واحد في شيديرو. هلنا اللي صدقوهم اللي صدقوا هؤلاء شو رايكم توا؟ شو رايكم في كلام هذيما؟ اهو بعد 5 سنين نحن نجنوا في الثمره نتاعها الثمره السيئه. تعطيل بلادنا وخرب بلادنا وقتل اولادنا وسرقت ارزاقنا واموالنا ونهب النفط حاله بصراحه. يبقى يا اهلنا يا اللي صدقتوهم من 5 سنوات وقلتوا لا فعلا هذيما يبي ينقذوا بنغازي يبي ينقذوها من الميليشيات ويبوا جيش وشرطه وامن واستقرار، شنو رايكم توا؟ كلام كله كذب. ضيعوا البلاد ودمروا البلاد والاف من خيرة شبابنا ضيعناهم، الاف من خيرة شبابنا من خيرة رجالنا بسبب هذا الضلال وهذا الكذب. تفضلوا يا شباب. هذه جزء بسيط من المظاهرة هذه لما تم تحريفها ومشوا بها الكتيبة رف الله صحاتي، اطلعت النية الخبيثة بتاعهم أصلا، مشوا الكتيبة رف الله صحاتي ودخلوا المعسكر وسرقوا الأسلحة وسرقوا الذخيرة بحجة إنقاذ بنغازي، وهي في الحقيقة إغراق بنغازي. ولعلمك قوة هذه الدعوة وقوة الادعاية لها أثرت فيها حتى عندنا من النواب الآن الأستاذ إبراهيم صهد ولا صالح جعودة تعثروا حتى هم بهذه المظاهرات واقتنعوا أنها فعلا إنقاذ بنغازي وهي ضد الميليشيات، وإذا بها إغراق بنغازي في الدماء وفي الوحل وفي الخلافات وفي الفتن. وظهرت عندنا التكفير كيف ما جبنا لكم الميار وراكب في عباد الله يكفر فيهم، وان الحرب حتى اللي توا كفار ومسلمين وقصه طلعت طويله عريضه. عندنا فيديو اخر معناه. تفضل ايه؟ تمام. عندنا فيديو توا راي ثوارنا في هذاك الوقت افطنوا. ثوارنا في هذاك الوقت لما داروا معاهم هذه الخزعبلات وهذا الكذب اجتمعوا وداروا بيان وضحوا في وجهة نظرهم في الواقع اللي قاعد ومن هم وشن يبوا. فضلوا. صار هدف البعض ممن تسلطوا أستار الثورة استبعاد الثوار من مرحلة بناء الدولة واعتبار وجودهم مشكلة تحتاج إلى حل. عليه نود أن نؤكد على التالي: 1- إن الثوار الحقيقيين هم درع هذه الثورة وحصنها الحصين إلى أن تتحقق أهدافها في بناء دولة الحرية والديمقراطية حسب الثوابت الإسلامية. 2- إن الثوار قد استنكروا أي استخدام للعنف للتعبير عن الاحتجاجات وأن سلاحهم لحماية الثورة وأهدافها. 3- إن الثوار يطالبون بتأسيس شرطة وجيش وطني بعد أن يتم تطهيرها من الفاسدين والمتشين وأدوات النظام السابق. 4- إن الثوار لم يرفضوا الانضمام إلى أي مؤسسة يتم استحداثها تمكنهم من خدمة بلادهم ومتابعة مسار الثورة. 5- إن الثوار لم يكونوا يوما مشكلة للبلاد ولن يكونوا كذلك، ولكنهم سيكونون في حالة استعداد للحفاظ على الثورة واستكمال مسارها والتصدي لأعدائها. وأخيرا، فإن الثوار هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب وسيكون خيارهم هو خيار الليبيين جميعا معا لبناء وطننا بجيش وشرطة وطنية. المجد لشعبنا والنصر. الحمد لله الفيديوهات اللي كيف هذينا كويسات بصراحه، يبين لك من اللي كان صادق ومن اللي كان كذب. الحمد لله هذه ما ثوارنا.
وقالوه من 2012 20/9/2012 يعني بعد موت القذافي أقل من سنة، ممكن أقل من سنة قالوا رأيهم فيما يحدث وشين يبوا هم والجيش والشرطة اللي تحكوا عليهم شين يبوها وشنو يعني فحوى هذا الجيش والشرطة، كانوا واضحين غاية الوضوح. لكن المجرمين كان أمر دبر بليل، أصلا ما يبونش هم، تحججوا بس عبارة عن حجج. جمعة غرق بغازي نبوا جيش نبوا شرطة، اخلقوا مناخ من لا شيء، مناخ معادي لثورة فبراير، معادي للتغيير، معادي لامتلاك الإرادة. أصبح مهمته هذا المناخ هو تشويه الثورة وتشويه الثوار حتى يسهل بلع الثوار، حتى يسهل القضاء على الثوار. فإذا ما قضوا على الثوار قضوا على الثورة، وإذا ما قضوا على الثورة رجعت الدكتاتورية والاستبداد والطغيان من جديد. شفتوا السيناريو كيف تمثل؟ شفتوا نحن تو الآن نتألم حسرة على ما حدث في مدينتنا وعلى المنطقة الشرقية بالكامل. كم من رجل فقدنا، وكم من بيت خرب، وكم من أرزاق ضيعت كلها. توه ريتوها هذه النتيجة بتاعهم. تو نحن قاعدين نعيد في الكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تعاد بهذا الشكل، لكن نحق فيها نعيد في الثورة، نعيد في الكرة من جديد. هم يطالبوا بإنقاذ ليبيا ونحن مصرين على الحرس الوطني ولا مجيب لنا. شفتوا بالله عليكم نفس المشهد يتكرر بعد هذه المعاناة وبعد هذا القتل وبعد هذا الخراب والدمار والتهجير والتشريد، يعاد نفس السيناريو، وكأنهم يقولوا لا، الثورة هذه ما زال فيها نفس، لابد أن نقطع النفس بتاعها بالكامل. نسأل الله العفو والعافية. سيدي برضو خلونا نعيش لحظات مع أحد الثوار، أحد قيادات مدينة بنغازي من الثوار، يحكي القصة هذه كيف صار السيناريو هذا بالضبط. خلونا نشوفه. هاي وصل مع القبائل اللي موجودة معه، وكان طلباتهم واضحة وصريحة، نحن ضد القتل. قلنا لهم نحن معكم ضد القتل، حول خليفة حفتر وتعال نتفاهموا على القتل، ولو تبون نحن نأمنوا البلاد. الكلام هذا مش من توه، من سنة فاتت، من أول ما مسك الثني وزير الدفاع أنا وزياد بلعم مشينا لعند مكتبة، قلنا له قسما بالله مستعدين نموتوا في شوارع بنغازي ونأمنون. واتصل بالعميد الشريف اللي كان ماسك الغرفة المشتركة في مدينة بنغازي وحكى معاه، رد عليه قال أصل هذوما قيادات الثوار، أصل الشارع ما يبيمش، تين شارع اللي ما يبيناش، الشارع قاعد ينزف يوميا في قتل، وأنا جايك نقول لك أنا بنموت باش نأمن البلاد، أنا مانيش فرحان بالبندقة ومانيش مستحق لها حتى ماديا، لكن أنا كثورة طلعت وكناس ماتت نبي نكمل مبادئ اللي ماتوا عليه خوتي واللي ردينا السلاح، وغيري مازال يردوا من الثوار انهم هم يردوا لسلاحهم. هو خليفه حفتر جاينا باش يصقب عليه ثورتنا ويطلع دكتاتور جديد، ما عندنا استعداد نخلو 42 سنه باش نطلع عليه، لا نطلع عليه في المهد. يا قبائلنا الشرفاء، يا ضباطنا اللي انضميتوا لخليفه حفتر من خلال منبركم، لو انتم جايين على اغتيالات رانا احنا قدامكم مش وراكم، حنأمنوا البلاد مع بعضنا، وقسما بالله ما عندنا مطمع سياسي فيها، طالعين نحن الاول وحدين، لكن جيتكم مع خليفه حفتر، انتم جماعه خليفه حفتر. قتال كم قتال فئه البغا. ايش رايكم يا اهلنا؟ بس سامحوني، ايش رايكم يا اهلنا اللي في الغرب؟ سامحوني، المسؤولين اللي في الغرب هم هذين ثوارنا في 2012 الكلام هذا، في 2014 الكلام هذا، ايش رايكم؟ بعد هذا الوضوح ايش تبوا؟ ما زلنا دواعش زعماك؟ ما زلنا ارهابيين؟ ما زلنا يتم اعتقالنا في طرابلس وايداعنا للسجون؟ ما تبوش تفهموا انتو؟ تبوش تقتنعوا؟ ما تبوش تحولوا الغشاوه كلكم في الشرق وفي الغرب على ثورتنا وعلى ثوار على ثوارنا؟ شوفوا الوضوح بعد هذا الوضوح، في وضوح. ماناش مستعدين قالوا لكم، ماناش مستعدين نقعدوا 40 سنة أخرى نصبروا على حفتر باش نديروا ثورة رقم جديد، لا لا لا، يكفي معمر. شو اللي دارة توه؟ مجرم الحرب هذا شو اللي دارة توه؟
مش قالكم ساعدوني ونحرر بنغازي وتحرير غير منقوص وانا نقضي على الارهاب وانا نجي بكم الامن ونجي بكم الاستقرار وانا مبحبحها كم شندركم تو خلاكم متشردين في العالم، خلاكم تقصروا على الخبزة، خلاكم اللي ياخذوا ولده في الليل يلقاه ثاني يوم مطوح يا في الصفصفة يا في شارع الزيت، مشاريع اصبحن. راي ثوارنا من اول ما بدا الوجيج بعد الانقلاب هذا، بعد محاولة الانقلاب واضح الكلام، حطوا الكلام الا حفتر وما زلنا نقولوا فيها تو، لكن للاسف نحن حفتر تو نجرب جري باش نتفاوضوا معاه ونتحاوروا معاه، بينما الفيديوهات تبين انه هو مجرم، مجرم من خمس ست سنوات، ما زلت الان تعيدوا في الكرة أخرى من جديد وتبوا تجلسوا وتتفاوضوا، يعني بصراحة أمر يدعو إلى الشك ويدعو إلى الريبة ويدعو ويدعو، ويلطف الله بحالنا إن شاء الله، يلطف الله بحالنا. توا عندنا حكومتنا الموقرة والمجلس الرئاسي بتاعنا دارونا بصراحة على قولة الشباب شكل باص داروها لنا، فطلع علينا سيد السراج ومرة يقول أنا صبرت على الليبيين وكذا وأنا مهمتي لم الشمل، ومرة يقول أنا معاش قدرت، ومرة حكومتنا والله اشتغلت في وضع يعني استثنائي ومؤامرات يعني نفس القصة وما عندناش نحن عصا سحرية. خلونا نسمع الفيديو هذا ونرجعوا هاي كذا. لعله من الواجب أن نذكر في هذا السياق بأن الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، بل كانت تتعرض كل يوم إلى المكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا، كما كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر، الأمر الذي جعلها تواجه الصعوبات والعراقيل الجمة في كثير من الأحيان في أداء واجباتها على النحو الأمثل. تو طبيعي يعني ما كانش تخدم في أجواء طبيعية، كنت تبيها تخدم في أجواء طبيعية إذا كان أنتوا جيتوا عن طريق البحر أصلا، انتوا جيتوا عن طريق البحر كيف بيكون الاجواء طبيعيه؟ لو كان اجواء طبيعيه فعلا راكم جيتوا عن طريق المطار في الاخير بالكل، راكم طلعتوا من البلاد اصلا، استلمتوا وانتوا قاعدين في البلاد اصلا، هذه الاجواء الطبيعيه، فانتوا لما جيتوا فعلا انتوا جيتوا اجواء مش طبيعيه بالنسبه لكم، فكيف تو تتحججوا بها انكم انتوا اشتغلتوا في اجواء غير طبيعيه؟ لا، الاصل فيكم انكم انتم اشتغلتوا في اجواء غير طبيعيه. الامر الاخر الاجواء الغير طبيعيه ولا الطبيعيه اللي اشتغلتوا فيها وكان عائق لكم، كان مفروض بعد سنه تنتهي الزماره بتاعكم هذه والقصه بتاعكم. بعد سنه بناء على الاتفاق اللي درتوه يا سيدي والزمتونا به بصراحه. تطلعوا بعد سنه هكذا الاتفاقيه عندك تقول مش نحن. انت جيت غصبا عنا واشتغلت في أجواء غير طبيعية ومؤامرات ولا على كلامك، وقلت بعد سنة وقالت الاتفاقية بعد سنة تعطونا زي ما تقول تقرير عما حدث، ويا تستمروا يا توقفوا. لم يحدث هذا الكلام بعد سنة، وإذا بها السنة جر سنة والسنتين جر سنة والثلاثة والأربعة والخمسة، تو خشينا في خمس سنوات وجايني تو تقول والله نحن كنا نشتغل في أجواء غير طبيعية. لا يا حبيبي ما جبت جديد، أنت فعلا غير طبيعية الأجواء وأنتوا زدتوها سوء، زدتوها سوء أنتوا، حتى اللي جيتوا بها ما طبقتوهاش أنتوا. خلونا نسمع أخرى كذا. هاي يقول ليبي أتوافق أو أختلف معه من أجل حقن الدماء وتوافق على مستقبل ليبيا، فلم أقصي أحدا أو أعادي أحد، فشنت الحروب والحملات العالمية الممنهجة تخوينا وتكفيرا وتحقيرا، ولقد لقيت في سبيل ذلك أذى كثيرا وترفعت عن الرد تغليبا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي. على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا ووفق نية الإصلاح ولم الشمل كان عملنا طيلة هذه الفترة، فكانت اجتهاداتنا تتراوح ككل البشر بين الصواب والخطأ. والله ما احترمنا لك يا سيد سراج، نحن مش في شخصك لكن نحن نحكوا على أفعالكم وتصرفاتكم. تو أنت حطيت شعار قلت لم نقصي أحد، بالله عليك ما أقصيتوش أهل فبراير؟
الرموز بتاع فبراير مش أقصيتوهم بصراحة بحجج، يعني بحجج واهية مانيش عارف، يعني اللي لم اللي بيلم الشمل ويبي يدير توافق يعد يجيب وزير خارجية متاع معمر يحطه وزير خارجية لثورة فبراير، واللي في النص هذا ما حدث ولا حرج، الاستثمار الخارجي والأموال والاتصالات و القصة هذه كلها، يعني مترجم عند معمر ولا اللي هو يقعد وزير خارجية على ثورة فبراير وتقولوا ما أقصيناش حد نحن ونحن نبوا نلموا الشمل، وآخرتها تحطوا وزير إعلام من جماعة معمر ومن اللجان الثورية ممن كانوا لهم يعني كانوا وصمة عار على الليبيين، اللجان الثورية هذه وصمة عار على ليبيا بالكامل، وصمة عار على أهل ليبيا، تجيبه وتحطه وزير إعلام توه وتقول والله أنا نبي نلم الشمل وكذا، بالله عليك أي لم شمل، وإحنا لعند أربعة وإحنا نعيطوا يا ناس غيروا يا ناس غيروا يا ناس نبوا حكومة يا ناس، وبعد صارت أربعة طلبنا بحكومة مؤقتة أو حكومة حرب طالبنا بها وإن نجبها فيها كذا، وحطوا قيادات حطوا وزير دفاع حطوا رئيس أركان، كل الكلام هذا ما صارش، وجيت وتقول والله نحن بذلنا جهد كي نلم الشمل ونوفق بين الناس، ليش الكلام هذا ما طبقش إلا على أهل فبراير؟ أقصيتوا أهل فبراير، رموز فبراير أقصيتوها، فبراير اللي انتصرت، فبراير اللي حمت ليبيا بأبنائها وبأجساد أبنائها وبأرواح أبنائها يتم إقصائها، ونجو توا نتكلم ونقول والله ما أقصينا حد ونحن ما نجيين إلا على سب التوافق ولا لم الشمل. بصراحة يعني سيد فايز الأمور ما هيش راكبة مع بعضها، باش نكون معك صريح، لا الأمور ما هيش راكبة مع بعضها، الله أعلم شو اللي عندكم شو اللي في روسكم، صراحة أفعالكم ما تقولش هن أقوالكم، وأقوالكم ما تقولش هي أفعالكم. طيب أعطونا إيه؟ أيها الأحرار، يا أحفاد شيخ الشهداء عمر المختار، إن العدوان على طرابلس وما جرى ويجري من حوارات هنا وهناك هدفها تقاسم المناصب وثروات الليبيين وممارسة الوصاية عليهم ومصادرة حقهم في تقرير مصيرهم، يثبت أن هذه الممارسات يثبت أن هذه المسارات لن تحقق استقرارا ولن تحل الإشكالات الحقيقية التي أرهقت المواطن وأرهقت الوطن، ولن تؤدي إلا إلى استنزاف المزيد من الوقت واستنزاف المزيد من ثروات البلاد وتعدد المراحل الانتقالية. أيها الأحرار، إن الشرعية الوحيدة التي لا يمكن أن ينازع فيها أحد هي تلك التي يمنحها الشعب الليبي وليس عبر الوساطات الدولية، ولا يمكن التحجج بأي حال من الأحوال بعدم وجود قاعدة دستورية للهروب من استحقاق الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور، ولذلك يجب أن نكون واضحين بأن الشعب الليبي من حقه أن ينتخب مجلس نواب جديد، سلطة تشريعية تتوحد بها مؤسسات الدولة وفق القانون، وفق القانون الذي تمت به الانتخابات السابقة، كي ننتهي من مرحلة تنازع الشرعية وتشكل. أظن يا سيد فايز الدكتور العماري معك في المجلس الرئاسي وعضو في المجلس الرئاسي أو نائب في المجلس الرئاسي، وهو قالها بكل صراحة، قال إن هذه المسارات لا تحقق توافق وهي تعتبر استنزاف للوقت واستنزاف للمال واستنزاف الجهد و حدث ولا حرج، وإن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب أو تؤخذ الشرعية عن طريق الشعب وليس عبر الوساطات الدولية، وأظن أن أكثر شيء تمسكتوا به أنتوا الوساطات الدولية، أكثر شيء حاربتوا به العالم كله هي الشرعية الدولية، وإذا بها الشرعية الدولية تحطكم في مأزق بصراحة،
قعدتوا في حيص بيس من كم مش عارفين تقدموا ولا توخروا. الشرعية الدولية لما كانت عندك هنا في العاصمة تم مهاجمة العاصمة، معناه شرعية شنو هذه؟ شرعية كذب، شرعية نفاق، شرعية ضحك، شرعية غدر وخيانة. لما كان أمين العام للأمم المتحدة غوتيرش كان في طرابلس تم مهاجمة طرابلس، وعد زيارة للرجمة وبيقول له وسع بالك شوي. إذا ما في الشرعية. لكن نتفاجأ بصراحة بمثل هذا الكلام من الدكتور محمد بصراحة، أنه يكون بهذه الشفافية وبهذه الصراحة بصراحة بعد 5 سنوات. والله يا ريت يا دكتور قلتها بعد على الأقل بعد السنة الأولى، بعد الاتفاق، الاتفاقية تقولك بعد سنة كل شيء يتم تسليمه للليبيين وندخل في حياة دستورية وتستقر البلاد. وإذا بكم حتى بعد سنة ما درتوش حتى مؤتمر صحفي، مؤتمر صحفي عبرتوا به الليبيين ما درتوهاش بصراحة. فمعقولة يعني توصلوا البلاد لهذه المرحلة ويبدأ التنصل من هذه البلاد؟ كيف ما السيد فايزي يقول أنا ممكن أقدم استقالتي ونسلم المهام متاعتي. لا يا حبيبي، تبي تسلم المهام متاعك أرجع لنا ليبيا كيف ما كانت لما استلمتوها أنتوا، وخشيتوا في ظرف غامض وخشيتوا وسط على قولكم وسط خيانات ومؤامرات وما قدرتوش تشتغلوا، وتوا أعلنتوا عجزكم على ليبيا. لا، رجعوها لنا كيف ما كانت من باب الأمانة. عبد الرحيم الكيب رحمة الله عليه، وإن كان يعني هذيك كانت الحكاية مستقرة أكثر منكم وكان انتخابات، سلمها كيف ما استلمها سلمها للي بعده. كذلك أنتم حتى وأنتم استلمتوها بطريقة غير واضحة صراحة، طريقة فيها دولية ما دولية أمم متحدة وكلام فاضي، لكن على الأقل يا أخي من باب الأمانة من باب الصدق. يعني في بعض كم يعلم الله سبحانه وتعالى شن نروهم، نحن ناس محترمة ناس صادقة، لكن في بعض منكم مش صافي. وأثبتت الأيام وأثبتت الخطوات إن في وحدين منكم هم صافيين، في وحدين جايين لمغنم معين ولجاه معين ولكذا. فرجاء إذا كان تبوا تلايموا نوعا ما وتبوا تقدموا اعتذار فعلا للشعب الليبي، عليكم بإرجاع ليبيا كما كانت كما استلمتموها. وبعد اتركوا الليبيين وشأنهم على رأي عبد الرحمن شلقم، مفروض هكي بصراحة. رجاء تفضل اعطونا الفيديو. إن الشرعية التي نستند عليها الآن ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه ومهما كان منصبه، وإنما هي باتفاق سياسي كان هو أفضل الموجود. وتعززت هذه الشرعية بدماء الشهداء في البنيان المرصوص وفي بركان الغضب، شهداء ليبيا، ثوار ليبيا الذين حموا الدولة والتفوا حول المجلس الرئاسي. وسنسير بهذه الشرعية بإذن الله مهما كانت التبدلات في المواقف، ولن نقبل أبدا بالقفز على تضحيات شهدائنا الذين لم يخرجوا دفاعا عن أشخاص، وإنما خرجوا من أجل وطن حر كريم ومن أجل المحافظة على أهداف الثورة. وبالتالي فحقهم علينا أن يكونوا شركاء في القرار السياسي، ولن نسمح أبدا بتجاوزهم أو تهميشهم. إننا أيها الأحرار في هذا الوقت الحرج مطالبون بإيجاد قيادة للدولة تحقق مطالب الشعب وتنهي الانقسام، قيادة وطنية بعيدة عن الفساد، ملتزمة بمبادئ الثورة، لا تفرط في تضحيات الشهداء، لا تفرط في تضحيات الشهداء والجرحى، قيادة تجمع ولا تفرق، ترمم ولا تدمر، تبني ولا تهدم، قيادة وطنية لا تسيء استخدام مفهوم الشرعية وتدرك أن الشرعية مسؤولية والتزام تجاه الشعب، قيادة وطنية
تستعين بقدرات وكفاءات. والله يا دكتور أحسب أنك يعني رجل عاقل وتفهم وابن بني غازي بصراحة وابن ليبيا حقيقة يعني، فأرجو أن يكون عندك موقف جيد يا دكتور، رأي المرحلة خطيرة جدا، إياكم أن تتركوا البلد في الحالة اللي وصلتوها لها، رجعوا البلاد كيف ما كانت، إذا كان عجزتوا وفشلتم رجعوا البلاد كيف ما استلمتوها. الأمر الآخر، أعضاء النظام السابق اللي تم زرعهم في ثورة فبراير والآن مسؤولين لابد يقالوا، هؤلاء لابد يقالوا، إذا كان تبد يعني سمحوني تبت نظفوا صفحتكم مظبوط، لابد يقالوا كل من له علاقة بنظام القذافي وهو الآن مسؤول لابد أن يقال هذا، حتى ترجع ثورتنا طاهرة نقية كما كانت. الأمر الآخر يا دكتور، أنتوا بديتوا 8 انفار، أنتوا المجلس الرئاسي 8، الآن 4، أنتوا ملاش كلام الموضوع حضاهي، لما وصلتوا 4 أنتوا ما قلتوش والله شين يصير يا جماعة احنا خشينا باتفاقية فيها 8 انفار توا نحن 4، ما زلتم مصرين؟ الإصرار متاعكم غلط، الآن مفروض تديروا في الستوب زي ما يقولوا، توقفوا التغيير عن طريقكم انتوا. لا، علي القطراني والكوني والأسود والمجبري وين انتوا يا ذيما؟ مفروض كنتوا حطيتوا الليبيين أول بأول شن يصير، لكن كان إصرار في غير محلة بصراحة، إصرار نحو الهاوية هيك مستمرين نحو الهاوية، وأنا قلت لكم ونأكد فيها، كان مفروض من أول سنة، من أول سنة تطلعوا على الليبيين وتقولوا مفروض يصير ويصير، ما يبيش يتنفذ تقولوا معلش والله يسامحونا راه ما عادش نقدروا، توا قلتوها أنتوا، كنتوا قلتوها من سنة اللي فاتت. فأرجو رجاء إنكم تسلموها تسليمة نظيفة كيف ما استلمتوها أو كيف ما سلمت الكم. تمام. توا من فترة طلعوا علينا القبائل ويعني ظهروا في صورة إنهم هم اللي يحركوا في الأمور وهم اللي مسيطرين، ما هومش مدعومين ولا مدزوزين من شي تركينا، لا، وصبوا قدام الليبيين في منظر غير حضاري، منظر لا يليق بالليبيين ولا يليق بثورة فبراير، منظر متخلف جاهل يوحي بأن الشيشمات بتاعت النفط عند الجماعة هذيما. خلونا نشوفوا البيان هذا وردوا. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. بيان: نحن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية. بداية نتقدم بالشكر والتقدير للقائد العام لتعامله معنا أثناء التجمهر لإقفال النفط وإصدار تعليماته بحماية المنشآت النفطية والحفاظ على أرواح المواطنين والوقوف بجانب الشعب. وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من مؤامرات من بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا الطامعة في الاستيلاء على أموال وثروات الشعب الليبي، وبدورنا قمنا بإقفال إنتاج وتصدير النفط للمطالبة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط بأيدي الميليشيات الإرهابية، مما نتج عن ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامة وازدياد سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين. رئيس جماعة واثقين هم اللي أصدروا القرار بإقفال النفط وسببوا في الدولار، ما أنتوا اللي سببتوا فيه، وغلاء الأسعار ما أنتوا اللي سببتوا فيه، لكن اتضح بعدين أنهم هذي ما زي ما يقولوا سامحوني في الكلمة حنك فوقاني زي ما يقولوا، لا يهشوا لا ينشوا، مشوهم الموضوع هذي ما عبارة عن مدعومين، واحد مجرم حرب معروف قال لهم عدوا صبوا غادي في الميناء وقولوا وامسحوها في وجوهكم كيف ما كان معمر يمسح في وجوه القبائل من قبل، حتى هو يدير الخارقة اللي ما تخشش الراس ويدز واحد من الأفاقين يقول له عدي أقرأ بيان ولا دير ولا نيت، تحملت الموضوع نفس القصة هذه.
باي شو اللي خلانا نقولوا الكلام هذا؟ شو اللي خلانا نقولوا هذي ما مدعومين؟ اللي خلانا نقولوا الكلام هذا هو الفيديو جاي هذا، شوفوه. إن القيادة العامة للقوات المسلحة في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية التي تتخطى معاناة المواطن وتقرر نيابة عن مفوضيها واستجابة للدوافع الوطنية ولحاجات المواطنين الملحة. تقرر استئناف إنتاج وتصدير نفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداتها المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه. شفتوا اللفتة كيف؟ اللفتة أن القبائل هم اللي جابوا المعاناة للناس، وهم اللي سببوا في غلاء الأسعار، وهم اللي سببوا في ارتفاع سعر الدولار، وهم اللي داروا المشاكل هذه كلها، من هم اللي داروا القبائل. وبعدها جاء المنقذ هذا مجرم الحرب هذا طلع في صورة شنو؟ قال استجابة لمعاناة الناس والمشقة اللي قاعدين فيها وغلاء الأسعار وكذا قررنا فتح النفط. يعني يفطنوا القبائل هي اللي ضيقت على الناس وهو اللي دير، بينما هو أساس الفساد وأساس الخراب وأساس الدمار من تحت رأس هذا البني آدم، من تحت رأس هذا البني آدم، هو من تحت رأسه من أمتى؟ من 7/2 في 2014 يوم اللي أعلن الانقلاب العسكري المتلفز وطالب بتجميد الإعلان الدستوري، بل وهدد بالقبض على أعضاء المؤتمر الوطني اللي مارسوا في المهام متاعهم من 2014. وبعدها بدأ يشتغل في هذا الموضوع 4 سنوات 5 سنوات دمار وخراب وقتل، إلى أن وصلنا لهذه المرحلة، إلى أن خرج هؤلاء الأفاقين اللي هم يسموا في أرواحهم شيوخ قبائل ويقول لك قررنا. لكن هو طلع طبعا كمنقذ بشرط، قال يفتحوا النفط وكذا بشرط أن الإيرادات ما توصلش عند الإرهابيين. الله أكبر الله أكبر، بهو اللي طبت عندك أنت كيف يصير فيها؟ اللي طب عندك أنت كيف يصير فيها؟ اللي سرقته من مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي كيف صار فيها؟ اللي ولا شور المجاري هذيك، سامحنا والله، لا سامحنا نسيت المعلومة والله، قالوا خشت عنين المجاري ودرتن 2 مليار ودرتن المجاري، مش عارف شكل المجاري هذه اللي تودر 2 مليار هذه المفروض تتسكر، هذه تتسكر ما عادش تتحرك المجاري هذه، لكن مشت هي مشت وان شاء الله خير، ان شاء الله خير لامورك تقول خير. أنا نبي نعرف توا الحوسة بتاعكم اللي درتوها الـ4 سنوات والـ5 سنوات الآن شنو وصلتوا؟ وين توا؟ شنو الرأي توا؟ شنو الرأي والبلاد قاعدة في هذا المطب؟ شنو الرأي بطلعت مسيلم الكذاب بتاعكم الناطق هذا بتاعكم ويحكي إن في اتفاق صار مع معيتيق وروس وكذا وبيمشي ويدير معيتيق، شنو فيه؟ شنو فيش تديره؟ أنا نبي نقولها كم؟ أنا أعرف كم مستحيل كم تستغنوا عن السلطة، لكن الرأي الصحيح اللي في الشرق واللي في الغرب خذوها مني، الرأي الصحيح إن يرد بالكم تفكروا إنكم أنتوا تعيدوا المشهد بأشخاصكم أنتوا. رد بالكم تقعد جريمة في حق الشعب الليبي وفي حق ليبيا. أيا كان منكم اللي كان في المشهد وعاش هال5 سنوات وسبب في أذى الليبيين وفي خراب الليبيين سواء قصد أو لم يقصد،
سواء كانت طينيته طيبة أو خبيثة، لا يمكن أن يبقى في المشهد بأي حال من الأحوال. مصيبة، كارثة قاعدة فيها ليبيا. هؤلاء ليسوا بأهل دولة، وليسوا برجال دولة، وليسوا يعني سميهم ما شئت. الأفضل لهم الآن أن يتنحوا جانبا، لا بس مش ويتنحوا، حقيقة من حق ليبيا علينا ومن حق جيلنا سواء كان الحاضر أو القادم أن يتحاكموا هؤلاء. لابد أن يحاكموا على كل دقيقة وكل ساعة قضوها في الحكم منذ أن استلموا من الأمم المتحدة. للأسف ثورتنا كانت في يدنا، نسلموها للأمم المتحدة وتقعد الأمم المتحدة هي اللي توزع علينا في المناصب. لكن بإذن الرحمن، بإذن الرحمن فبراير ستبقى حية وهي حية بإذن الله، وسيعود المشهد إلى فبراير ولأهل فبراير بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء قريب، في حلقة جديدة، في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.